يعني حدثنا عن أهمية تأثير الحالة العاطفية على جودة النوم. طبعا هناك علاقة كلاسيكية وثيقة حقيقة بين جودة النوم والحالة العاطفية، يعني بعض اضطرابات الحالة العاطفية تؤثر على النوم، وكذلك بعض اضطرابات النوم تؤثر على الحالة العاطفية. فمثلا الحالة العاطفية المتسمة بالقلق وتدني المزاج مثلا تسبب المخاوف التي تجعل الفرد مثلا مستيقظا ليلا او غير قادر على الدخول في النوم العميق. نعم. هناك بعض الحالات مثلا كتعرض للصدمات النفسية او الضغوطات النفسية المزمنة تؤدي الى الكوابيس او حالات الذعر الليلي. فاذا هناك ارتباط بين حالتنا العاطفية قبل النوم وبين جودة النوم ووجود او عدم وجود الكوابيس بالاجمال العام. الان الكوابيس كمصطلح هي شائعة، لكن اضطراب الكوابيس نادر جدا، والكوابيس اجمالا تحدث عادة ما بين عمر 3 إلى 6 سنوات، طبعا تقل بعد 10 سنوات. والكابوس بالإجمال العام هو حلم مزعج مرتبط بمشاعر سلبية ومتكرر في بعض الأوقات في كل الأحوال. نعم، يعني وفقا لكلامك دكتور بأنها هي يمكن بتصيب الأغلبية عند خلينا نحكي بسن الطفولة، ولكن وفقا لهي الدراسة 4% من البالغين بصير في عندهم كوابيس عاطفية، برأيك شو هي بتكون الأسباب؟ يعني الأسباب الأكثر شيوعا سيدتي هي التوتر والقلق المزمن، وهذه تنعكس على شكل مشاعر سلبية تظهر جلية على شكل كوابيس، وجود بعض التجارب المخزنة في منطقة اللاوعي، التجارب الناتجة عن الصدمات، وطبعا الغير معالجة. هناك بعض الحالات التي تحدث بسبب تغيير نمط حياة الإنسان، كمثلا تغيير السكن، تغيير الوظيفة، وجود حالات من الفقدان العاطفي، فقدان بعض الأشخاص مثلا. هذه بكل الأحوال الآن حقيقة تؤدي إلى حالة من عدم اليقين، وبالتالي تخلق نوع من الكوابيس بكل الأحوال. اضطرابات النوم نفسها مثلا الأرق أو الحرمان من النوم قد يؤدي إلى وجود الكوابيس العاطفية. بعض أنواع الأدوية مثلا كالمضادات الحيوية، أدوية الضغط، أدوية الاكتئاب قد تزيد من نسبة حدوث الكوابيس العاطفية. انقطاع التنفس خلال النوم وبعض الأمراض العضوية كأمراض القلب والغدد الصماء قد تؤدي إلى الكوابيس. وبالتالي الآن نرى أن حالة التوتر والقلق المزمن هي الأكثر شيوعا حقيقة في جلب حالة من الكوابيس العاطفية بكل الأحوال. نعم، ولكن دكتور إذا اليوم قررنا أن نقول كيف ممكن نخلص من هذه الكوابيس، شخص عم بتعرض لكوابيس كتير عم بتأثر على جودة نومه، أكيد بالمقابل عم بتأثر أيضا على جودة عطائه اليومي، لأنه أكيد الواحد مش نايم وبتعرض لهذا القلق كبير أكيد رح يأثر على يومه بشكل عام، فكيف ممكن نخلص من هذه الكوابيس؟ يعني ضرورة حقيقة وضع جدول واضح جدا ونمط ثابت للنوم بقدر الإمكان، ضرورة البعد عن القيلولة النهارية الطويلة، الاسترخاء والبعد عن المثيرات قبل النوم. المثيرات تشمل مثلا النقاشات الحادة، تشمل كذلك الأجهزة الإلكترونية، محاولة الآن تجنب المنشطات كالكافيين والنيكوتين قبل ساعات النوم حقيقة. وجود الآن مكان مناسب للنوم، يعني وجود الآن مكان بإضاءة جيدة وحرارة جيدة وتهوية جيدة هذا ضروري جدا. ضرورة أخذ حقيقة لنقل وجبة خفيفة مسائية. هناك الآن حقيقة بعض الأقوال أو بعض الاعتقادات بأن الوجبة المسائية قد تؤدي إلى الكوابيس، وهذا خاطئ جدا. الوجبة الخفيفة المسائية والذات الغنية بالألياف تحافظ على مستوى السكر في الدم خلال النوم، وبالتالي الآن تمنع الكوابيس حقيقة المزعجة والمتكررة. وهناك بعض المقولة أو بعض المسلكيات مثلا بعض الأفراد يحاولوا إدخال العطور أو الورود على أماكن النوم أو غرف النوم. نعم. هذا الكلام الآن منهي عنه علميا، لأن أجزاء الدماغ التي تعالج الروائح هي نفسها أجزاء الدماغ التي تعالج أو التي تتعامل مع المشاعر السلبية، فبالتالي وجود العطور أو الورود في غرفة النوم هذا يزيد من فرصة حدوث الكوابيس. في بعض الأوقات الآن ننصح الإنسان بأخذ لنقل الآن بالتخلص من الإجهاد البدني عن طريق الآن أو عنا لنقل الشاور الدافئ. هناك بعض الحالات التي تزيد فيها الكوابيس ما نطلب من العميل حقيقة كتابة الآن أو محاولة استذكار الكوابيس عند استذكارها ومحاولة كتابتها بالفترة النهارية، هذا يقلل الآن من حدة تكرارها بكل الأحوال. فهذه الإجراءات العامة تقلل الآن من الكوابيس بشكل عام، لكن إذا كانت متكررة وتحدث على أكثر من 4 ليالي فالمفروض مراجعة الآن الشخص المختص حتى الآن نوعا ما نقيمها بطريقة علمية دقيقة ونعطي الإجراء المناسب لها بكل الأحوال. نعم. نعم، يمكن كثير مرات دكتور بنسمع من أشخاص بيعانوا من اضطرابات الكوابيس بأنه إحنا ممكن بنحلم وبنكوبس زي ما بالمصطلح العامي من أشياء قرأناها أو شفناها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فاليوم ارتباطنا بالهاتف تحديدا قبل دقائق من نومنا قد إيه كمان ممكن يأثر على هذا الموضوع؟
علميا يمنع التعامل مع الهاتف او الاجهزه اللوحيه قبل بساعتين من النوم بكل الاحوال. ما ذكرتيه صحيح 100% سيدتي. وجود الان بعض الاخبار المزعجه او المقلقه او الموتره، وجود حاله من التحفيز البصري حقيقه المتواصل قبل النوم، هذا يؤثر قطعا بكل الاحوال على المناطق المسؤوله عن ضبط النوم وتنظيم عمليه الدخول في النوم، وبالتالي قد يحدث الكوابيس المزعجه بشكل متواصل. وبالتالي الان من مهارات الان نوعا ما او ضبط الان عمليه تنظيم النوم عدم التعرض لها قبل بساعتين من النوم. وللضرورة الآن نوعا ما سيدتي، يعني لضرورة النوم وأخذ القسط الكافي من النوم، هناك الآن يوم يسمى باليوم العالمي للنوم، وهذا يحدث في الجمعة الثالثة من شهر مارس من كل عام، لضرورة الآن التركيز على الأنماط السليمة في النوم وأهمية أخذ القسط الكافي من النوم وتقاطع عدم النوم مع اضطراب الأجهزة العضوية الأخرى وعدم قدرة الإنسان على أداء المهام الوظيفية المطلوبة منه. فالنوم الآن الصحي مهم جدا ومفيد جدا حقيقة للإنجاز والإنتاج وللصحة النفسية بكل الأحوال. نعم. نعم، شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور، ويسعد صباحك.